أزيلت ستار عن مباريات اليوم الأول في المجموعة الأربعة بإجراء لقاءات المجموعة الرابعة، وبعد الهزيمة السابقة أمام منتخب تونس في أولى مباريات اليوم الأول من منافسة المجموعة الثالثة، تحاول العناصر الوطنية حسب طبيب الفريق هيفتي تجاوز أثار تلك الهزيمة. اللاعبون تحدثوا فيما بينهم كثيرا، أتمنى أن نفوز في اللقاء الثاني أمام منتخب الغابون، لأن الفوز أصبح ضروريا في هذه المباراة. نفسية اللاعبين بعد الهزيمة غير المنتظرة أمام تونس على أحسن ما يرام، لقد تحاوروا فيما بينهم وأعتقد على أنهم سيتجاوزون هذه المرحلة. ستكون مباراة صعبة على الدفاع المغربي، لديهم مشاكل على هذا المستوى، وأعتقد أن الهجوم المغربي هو الذي سيخلق الفارق. الفريق المغربي يطمح للفوز من أجل إعادة الثقة لعناصره، ولدينا منتخب غابوني يريد إثبات الذات. لقاء ستكون فيه الكلمة للياقة البدنية، وكل منتخب سيتفادى أي هفوة قد تعطي هدفا ضده. ستكون مباراة قوية، المنتخب المغربي انهزم في مباراته الأولى، ولا أعتقد على أنه سيتلقى هزيمة أخرى لأنها ستحكم عليه بالإقصاء. الكل هنا بليبروفيل يتحدث عن المباراة القادمة للمنتخب الوطني المغربي أمام منتخب الغابون، الكل يصنفها ضمن خانة أقوى لقاءات هذه الدورة.